ننتقل إلى الشمال، حيث نشب حريق بأحد الغابات بمنطقة ولاد بن عبد القادر غرب مدينة شلف. الحريق أتى على العديد من الأشجار الغابية، حيث التهمت الألسنة النارية أكثر من 20 هكتار من الثروة الغابية لتخلف بذلك أضرار كبيرة. رشيد مشور برصد لنا التالي. لحد الساعة يعني عملت الإخماد جارية، وكون أن الغابة هذه صعبة التضاريس وخطيرة جدا، جندت لها كل الوسائل البشرية والمادية للحماية المدنية المتكونة تقريبا من أكثر من 40 عون، بالإضافة إلى 11 مركبة لإطفاء الحرائق، وكذلك الوسائل مكافحة الحرائق الفردية للرت المتنقل. إذن العملية جارية والإخماد جاري من طرف مصالح الحم بمشاركة مصالح الغابات.